فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بالنسبة لانشراح الصدر كيف يتحقق، وما الأسباب المعينة التي يتحقق من خلالها انشراح الصدر، وما مظاهر ذلك؟ انشراح الصدر بيد الله سبحانه وتعالى، لكن سببه فعل العبد ونية العبد. والله جل وعلا قال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولهذا موسى عليه السلام أول ما خاطبه الله بالرسالة قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. دعا الله سبحانه وتعالى أول شيء أن يشرح له صدره. نبينا صلى الله عليه وسلم شرح الله له صدره وهو طفل غلام تهيئة للرسالة، وأنزل الله جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك، إلى آخر السورة. فإذا انشرح الصدر بالإسلام تلذذ بالعبادات، تلذذ بالطاعات، تلذذ بالعمل الصالح. إذا ضاق صدره والعياذ بالله فإنه ينفر من الطاعات ويصير صدره ضيقا حرجا. فهذا هو المحروم والعياذ بالله. ولهذا يدعو المسلم بهذا: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، كما دعا موسى عليه الصلاة والسلام. نعم.